بيكم معايا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ. النهاردة احنا لسه مستمرين في الحلقات الأكل الخفيف شوية. النهاردة عندنا وصفتين حلوين جدا. عندي وصفة رئيسية فراخ مشوية، بس هيبقى معاها، هي شيش طاووق بس هيبقى معاها أناناس، فهيديها شوية طعم مختلف. عندنا كمان طبق جانبي هيتقدم مع الفراخ دي، عبارة عن بتنجان رول أو رول بتنجان. مقادير البتنجان ده بتنجان رومي بس احنا منقينه الطويل شوية عشان نقدر نلفه بعد كده. عندنا هنا جبنة كريمة، مش جبنة كوباية، جبنة كريمة لايت، وعندنا جبنة ريكوتا لايت. عندنا بشر ليمون، عندي زعتر فريش، عندي نعناع فريش، وعندي جرجير هيتقدم عليه البتنجان بعد كده عشان نخفف شوية زي ما اتفقنا. يا هنستخدم فرشة للزيت، يا هنستخدم السبراي لو كان موجود، أو ممكن نحط الزيت الذرة ده في بخاخة فيبقى سبراي. طيب عشان نعمل الفراخ المشوية، عندي هنا فراخ مخلية متقطعة مكعبات، طماطم تشاري، الليمون ده للتزيين، عندي كمون صحيح حب يعني وكزبرة ناشفة، بشر ليمون، عصير ليمون، ثوم مفروم، أناناس، شوية حبة البركة، وشوية نعناع فريش. أرجوكم ما تشيلوش النعناع غير الأناناس غير لما تجربوه، لأنه حقيقي لما بيتشوي مع الفراخ بيدي طعم حلو جدا. مطلوب مننا في الفيسبوك التشاينيز تشيكن أو الفراخ الصينية بالأناناس. أنا بس بقول لكم إن أنا مش ناسية فاكرة، فأول حلقة إن شاء الله تشاينيز هنعملها. تعالوا بقى نبدأ أول حاجة بالبتنجان عشان ده هيخش الفرن، فأنا مش عايزة الوقت يسرقنا. هنعمل إيه؟ رشة هنا من الزيت، بتنجان ما عملناش فيه اي حاجة، حتى ما قشرناهوش، احنا بس قطعناه رفيع، هنرصه هنا. اوكي كده، كده يعني القصيرين دول انا مش عايزاهم، هحط بدلهم طوال شوية عشان لما اجي الفه. بس كده هنعمل ايه؟ رشة تانية من الزيت، بشر الليمون خفيف، زعتر فريش او ناشف طبعا لو مش موجود الفريش، بس عايزين نتأكد انه كل واخدة واحدة، كل واحدة واخدة حقها كده. ملح وفلفل طبعا، مش هحط اي حاجة تانية. اوكي، ملح وفلفل هنا، وعلى الفرن. مش عايزاه يعني يقعد في الفرن كتير قوي، انا بس عايزاه يطرى يستوي عشان اقدر الفه بعد كده بسهوله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الحشوه بتاعه البتنجان. عندي هنا بوله هحط فيها الجبنه الكريمه، هحط فيها الجبنة الريكوتا، وزي ما قلت لكم دول جبن لايت، شوية من بشر الليمون، شوية من الزعتر الفريش. اوكي، شوية من النعناع، بس طبعا احنا عايزين نصغر النعناع ده شوية عشان اتأكد انه هيخش في كل الخليط بتاع الجبنة، وبالتالي هيخش في كل بعد كده البتنجان. هنا نخلط بقى كويس،
الجبن دي يستحسن ان هي تبقى بره التلاجة شوية عشان لما تيجوا بعد كده تخلطوها مع بعض تتخلط بسهولة وما تغلبكوش. لو حصل انكم لقيتوا، طبعا هي الجبنة الكريمة هي اللي بتساعد ان الدنيا تبقى اسهل، لو لاحظتوا ان الخليط يعني ماسك نفسه قوي عشان الريكوتا ناشفة شوية، ممكن ان انتوا تحطوا نقطة لبن خالي الدسم او مية عشان بس تفكوا الخليط. بس ما يعني انا كده ده بالنسبة لي مظبوط، لان لو ساح قوي مش هعرف استخدمه بعد كده جوه البتنجان. ملح وفلفل، بس خلاص ده جاهز، منتظر البتنجان بس لما يجهز. وخلوا بالكم بقى ايه، مش عايزين نسرح مع بقية الوصفات، نخلي بالنا من الفرن. ده جاهز كده، تعالوا ده الجرجير اللي هنقدم بيه. هناخد بقى ايه بق ونتبل الفراخ. قبل ما نتبل الفراخ، متعودين احنا بقى على الخطوة دي، هنفتح النار و نسخن الجريل بتاعتنا عشان بقية الخطوات تبقى مظبوطة. تعالوا بقى نتبل. هنعمل ايه؟ ثوم مفروم، بشر ليمون، كزبرة ناشفة، كمون حب، اللي مش حابب ممكن يستخدم بودرة، حبة بركة، وايه تاني؟ نعناع، دي نضيفة خليها عشان لو احتاجناها، نعناع اخضر. حاولوا ان انتم ما تستخدموش دايما العود بتاع النعناع لانه ممكن يمرر شوية في الاكل فما تستخدموهوش. هنقطع دول. نقدر طبعا برضو نستخدم الناشف او البودرة هنا كده. عصير ليمون، نقلب. ملح وفلفل، نجيب حاجة بقى كبيرة نقلب بيها. نقلب ده كويس قوي. هننزل هنا الفراخ. قدرتوا بقى تحطوها في التتبيلة دي شوية؟ تمام. ما قدرتوش خلاص نقلب شوية كده. يستحسن طبعا التتبيل دايما يستحسن ان هو يتحط ايه في التلاجة فترة كويس. الوقت بقى بتاع الشمر، نشوف بقى ايه هنعمل ايه. اسياخ طبعا، الاناناس الفريش ده عايزة اخده كده مكعبات. نصيحة، الاناناس اللي انتوا هتستخدموه في الوصفة دي يكون فيه الحتة المدورة اللي في النص دي، لان دي اللي هتمسك جوه السيخ ده، لكن لو هي متشالة واحنا حطينا هنا ده بيبقى شوية طري فهيقع من على السيخ، فخلوا بالكم برضو من الايه من المعلومة دي. نعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا ايه ناخد كذا واحدة على بعض. هنبتدي بقى نحط المكونات بتاعتنا في الأسياخ. نراعي الألوان شوية، يعني نحط واحدة أناناس، بعدها واحدة طماطم،
فراخ، اناناس، طماطم كده يعني ورا بعض. عايزه بس اروح للجريل، هحط عليها سبراي الزيت زي ما احنا متفقين عشان الفراخ ما تلزقش عليها، لان احنا ما حطيناش زيت جوه التتبيله نفسها. تعالوا كده نشوف بس ايه، وهنكمل الاسياخ بتاعتنا دي كلها. كده بعد ما خلصنا كل الاسياخ بتاعتنا هنحطها هنا، نغسل ايدينا. هنشيل بقى كل الحاجات دي وهنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل مع بعض بقية الاطباق. احنا ما عملناش حاجه من غيركم خالص، احنا دي بس وطينا عليها عشان عايزه اسيبها تاخد سواها على مهلها، و ما ننساش نقلب كل شويه. هنا البتنجان طلعناه من الفرن، هو طبعا استوى لان زي ما انتم شايفين احنا مقطعينه رفيع قوي. هنقرب البتنجان هنا عندي طبق هنا عشان اشتغل عليه، وعندي طبق التقديم هنحط عليه شوية من الجرجير. دايما نحاول ندخل حاجات خضرة، حاجات فريش لطبقنا حتى لو في التقديم عشان ندي فايدة اكتر ولون. طبعا هنا اهو البتنجان، نجيب حاجة ننزل بيها عشان مش عايزين نوسخ ايدينا. هنحط هنا كمية من الحشو اللي احنا جهزناه قبل كده اللي هو الجبن. ونلف. بس خلاص. تعالوا نكمل بقية الكمية كلها. وهفكركم بس الحشو احنا حطينا فيه ايه. حطينا فيه جبنة كريمي لايت. جبنة ريكوتا لايت. نعناع اخضر. ملح وفلفل، زعتر، بشر ليمون. ده المقادير اللي احنا حطيناها في الحشوة. المقادير اللي احنا شوينا بيها البتنجان كانت رشة بسيطة من الزيت، زعتر، ملح وفلفل بس. طمن على الفراخ. ونكمل حشو.
بعد ما حشينا كل البتنجان اللي عندنا وقدمناه، تعالوا نطلع الفراخ. هنطفي عليها، هنقدمها هنا. اتمنى ان انتوا ما تخافوش منها وتجربوها لانها هتعجبكم قوي. ودلوقتي احنا هنعمل مع بعض وصفة حلو بتهيالي كل الناس بتحبها وبتبقى صعبة عليهم ان هم يعملوها خفيفة، بس احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل منها نسخة خفيفة اللي هي التشيز كيك. التشيز كيك عشان نعملها محتاجين شوية من البسكوت المطحون. انا مش هستخدم معاه زبدة، وعشان كده انا مش هعمله، مش هعمل تشيز كيك صينية، هعملها كاسات او بورشنز صغيرة. طب لو احنا عايزين نعملها صينية وعايزين البسكوت يبقى ماسك نفسه تحت، هنعمل ايه؟ هنستخدم السبراي بتاع الزيت اللي احنا استخدمناه ده، و هنحطه مع البسكوت ونمسك البسكوت بيه جامد، فمش هنبقى استخدمنا كمية كبيرة وفي نفس الوقت هنكون برضو حافظنا انه ما حطيناش كمية دهون كبيرة. طبعا اللي يعني مش مصمم قوي قوي يعني كده ممكن نحط شوية زبدة صغيرين مع الزيت، ده بقى اختياركو حسب انتوا عايزين تعملوها ازاي. احنا كده الفراخ جاهزة، خلونا نبدأ في التشيز كيك. عايزين هنا بس ندي نعناع وشوية من حبة البركة. مقادير التشيز كيك عندنا هنا، ده بسكوت مفهوش زبدة، بسكوت عادي سادة، فرمينه ناعم او تحنينه ناعم. هنا دي كريم شانتييه معمولة ازاي؟ بودرة الكريم شانتييه اللي بتتباع في السوق بس احنا عاملينها بلبن خالي الدسم. عندي هنا كريمة حامضة، جبنة ريكوتا لايت، كريمة حامضة لايت، جبنة كريمة لايت، مش جبنة كوبايات، جبنة كريمة. عندي هنا توت أحمر وتوت أزرق، عندي عسل أبيض، لبن خالي الدسم. التشيز كيك دي احنا هنعملها بطعم الليمون، فعندي بشر ليمون وعصير ليمون، اللي مش حابب ممكن يستغنى عنهم لو انتوا مش عايزين. هنعمل ايه؟ هنحط كل المقادير على بعضها، مش كل المقادير يعني، مقادير الحشو الاول. شوية كريم شانتييه، تقدروا بقى تحطوا في صينية كبيرة زي ما بنعمل التشيز كيك العادية، او تقدروا تحطوا في يعني بكميات اصغر براحتكم، بس انا بفضل دايما ان احنا نحط بكميات اصغر بالذات الحلو بصراحة، يبقى اسهل في التقديم واسهل في الاكل وبيخلي الناس تاكل كمية اقل بالذات لو هي عايزة تحافظ على وزنها. هحط الجبنة الكريمة اللايت، كريمة حامضة او ساور كريم برضو لايت، جبنة ريكوتا لايت. اي نوع فاكهة لو انتم مش حابين التوت، اي نوع فاكهة تاني هيمشي برضو، مش هيقول لا. بشر ليمون، عصير ليمون، عسل ابيض. طيب هنضرب ده الاول كله مع بعضه وبعدين هشوف انا محتاجة ازود شوية لبن عشان المزيج يمسك نفسه ولا لا، عشان المزيج يخف شوية اعرف اضربه ولا لا. انا مش حابة ان انا اعملها، بما اني هعملها في كاسات صغيرة مش حابة ان انا احط لها الجيلاتين وتبقى ماسكة نفسها قوي، حابة انها تبقى خفيفة كده في الطبق او في الكاس او في يعني الحاجة اللي انتوا هتقدموا فيها، فمش حابة بصراحة انها تبقى ماسكة نفسها قوي. لو انتوا حابين وهتعملوها في صينية كبيرة هتعملوا زي ما عملنا المرة اللي فاتت، شوية من الجيلاتين،
شوية من الجيلاتين هندوبهم في شوية مية سخنة، ندوب قوي 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 قوي، وبعدين ننزلهم بعد ما نخلط كل المقادير دي مع بعض. كده هتضمنوا ان التشيز كيك تبقى ماسكة نفسها زي ما عملنا في التشيز كيك الباردة المرة اللي فاتت. هنخلط ده بقى كويس قوي مع بعضه. اوكي، البسكوت ده كتير قوي فانا مش هستخدم كل الكمية دي، هقلل هنا شوية، مش محتاجة اللبن، حاسة ان هو مظبوط قوي مع عصير الليمون فمش محتاجين نزود اللبن، كثافة مظبوطة. الكاسات اللي هنقدم فيها شوية من البسكوت، هنحط عليه نقطة من الزيت او رشة من الزيت بالسبراي لو انتوا عايزين، هنديله كمان نقطة من القرفة تديله طعم بس كده. هنقلب الكلام ده كويس. تشيز كيك جاهزت ما فيهاش اي حاجة، هتخش التلاجة بعد كده وتتقدم. تعالوا بقى لو هتعملوها صينية وعايزين ده يبقى ماسك نفسه، بعد ما هنحط الزيت نحط معاه نقطة من الزبدة خفيفة قوي بس عشان أضمن أنه يمسك نفسه كويس، وندخله الفرن. الحرارة مع الزيت ونقطة الزبدة وشوية البسكوت ده هتخليها يعني إيه، هتخليهم يمسكوا على بعض أكتر. نحط هنا البسكوت بتاعنا، كمية من خليط الجبن. هفكركم حطينا ايه، حطينا كريمة جبنة كريمة لايت، حطينا جبنة ريكوتا لايت، وساور كريم لايت او كريمة حامضة لايت، هما الاتنين واحد. بس انا بقول لكم دايما الاسامي كلها عشان كل منتج بيكتب اسم غير التاني فعشان ما تتلخبطوش. حطينا عسل ابيض، عصير ليمون وبشر ليمون، تقدروا تحطوا تقدروا تشيلوا عصير الليمون وبشر الليمون، وتقدروا تحطوا الجيلاتين زي ما قلت لكم لو انتوا هتعملوها تتقطع في صينيه. محتاجين نزود شويه. احنا كده عملنا كل الوصفات يعني ممكن تكون ان شاء الله تعجبهم لما تجربوها بطريقه شويه خفيفه على قد ما نقدر. واتمنى ان انتوا تجربوا كل الوصفات اللي عملناها مع بعض النهارده. شيش طاووق بالاناناس، البتنجان الرول اللي بمحشي بالجبنه، التشيز كيك الخفيفه. اتمنى تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. هشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ. باي باي.